صباح الخير يا كريم، صباح الخير نعوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير كل اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. متعكم الله بالصحه يا رب، ربنا يستر علينا كده دايما. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه النهارده مهمه جدا، هنكمل بيها سلسله اخطاء الشائعه في الجيم. انا اخترت لكم برضه بقى من التمارين اللي احنا بنفوكس عليها في الجيم، سواء احنا مدربين او احنا حتى مدربين في فرقه رياضيه او الكلام دوت، لازم ناخد بالنا من الاخطاء دي لان هي بتؤدي الى اصابات. طبعا ربنا يحفظنا جميعا يا رب من اي اصابات او احوادث. التمارين انا استخدمت النهارده النص كوره عشان بتعمل نوع انواع الراحه للظهر، يعني ممكن لو انا لاعب عنده مشكله في ظهره ممكن يشتغل وهو قاعد على الكوره. ازاي؟ بلاش طبعا العبه وهو واقف عشان يبقى عنده مشكله في ظهره، فبلاش نلعب واحنا واقفين. ممكن استخدم النص كوره اشتغل واحنا واقفين كده، واحنا سوري قاعدين، رجلي بمستوى كتفي. طبعا انا كوعي طالع لازم قدام، ما ينفعش يا جماعه اشتغل التمرين واعمل كده، ده بشوفه لا طبعا، ده بيحصل مشكله في الاربطه اللي حوالين مفصل الكتف. انا لازم اطلع كوعي قدام عشان كده احمل على الكتف بس بطلع. طبعا لما باجي اطلع بدراعي ما ينفعش اعمل بلوك المفصل الكوع، لا دي اخطاء تفاصيل فنيه براعيها وانا بمرن اللاعب بتاعي، ان انا لازم كوعي لما بيطلع فوق يبقى سوفت. سوفت ازاي؟ ان هو مش مفروض قوي، دي كده سوفت. لو فردت قوي بيحصل برده اربطه، مش مشاكل في الاربطه اللي مفصل الكوع. اوكي، طبعا شايل بطني وشايل ظهري، فارد ظهري، بطلع قدام فوق وراسي وبنزل تاني. طيب ايه التمارين تاني اللي معروفه اللي بيحصل فيها المشاكل؟ تمرين الشولدر بريس اللي هو بالدمبل. احنا قاعدين بلاقي ناس كتير قوي بتلعب ازاي؟ يقفل، لا ده غلط، المفروض الدمبل يبقى قدام وشي، بطلع ما اعملش اللي انا لازم اقفل نص كوره، لا بطلع كده وانزل قدام كتفي صدري واطلع تاني سوفت، برده كوعي سوفت اهو. طيب من التمارين المهمه جدا برده اللي انا بلاحظ ناس بتلعبها، معظم بيلعبها عندي في الجيم غلط، تمارين اللات اللي هو اللي هو المجنس او بالدمبل. لو انا هلعبه دمبل، في ناس كتير قوي بتلعبه بالطريقه دي اللي هي الغلط. التمرينه دي يا جماعه او الطريقه دي غلط، لا لازم اول حاجه رجلي قدامي، رجلي الثانيه وشها برده قدام بس متنيه سنه، فرد ظهري، شدت بطني، صدري لقدام ونظري لقدام، واطلع لحد بس وسطي وانزل تاني اهو. دي الطريقه الصح لللات. تمرين الرو بالدمبل بيتعمل بالطريقه الصح دي. غير كده ده بيعمل لي مشاكل في سقف الركبه او مشاكل في ظهري، لان في ناس كانت بتلعبه تانية ظهرها، ده بيعمل لي مشاكل كبيره جدا. طيب تمرين الارم كيرل بالبارسبس بالدمبل، في ناس بتشتغل، لازم نقف صح يا جماعه الاول، ان انا رجلي تبقى مستوى كتفي، بعمل سوفت ني، اشد بطني، افرد ظهري واطلع الدمبل قدام عشان احمل على البايسبس، شغال كده وانزل بالراحه. لازم يا جماعه اهتم بالنيجاتيف بوزيشن عشان ده تمرين بيبقى فيه مهم جدا، زي ما بعمل البوزيتيف بوزيشن اهو. حاجة تانية يا جماعة عايز أعلق عليها، موضوع النفس. النفس باخده في الديفيكالت بوزيشن أو الأداء الصعب. إزاي؟ فين الأداء الصعب بتاعي في التمرين ده؟ وأنا طالع بالوزن، يبقى أطلع الوزن أطلع النفس. كده أنت بتاخد نفسك صح، واقف صح، فبالتالي العضلة معاك هتستفيد أحسن وأحسن. طيب، تمرين تاني انا بلعبه اللي هو سكال كراشر، سواء بالبار او بالدمبل، ممكن العبه برده لحد كده واطلع. ناس بتلعبه كتير غلط. ازاي؟ بحرك كتفي مع التمرين، ده غلط يا جماعه. اولا لازم يبقى الدمبل فوق صدري، دي اول حاجه. تاني حاجه لما بنزل كتفي ثابت كوعي زاويه 90 واطلع تاني كتفي ثابت كوعي زاويه 90 واطلع تاني مع بعض زي ما احنا شايفين. شايل بطني طبعا، النفس زي ما اتفقنا. ده تمرين السكال كلاشر بتاع التراي سيبس. ناخد تمرين تالت والاخير اللي هو تمرين السكوات. اتسالنا فيه تاني بيتلعب صح ازاي يا كابتن؟ بيتلعب غلط ازاي؟ ركبتي بتبقى قدام، ركبتي ورا، الظهر، البط،
فاحنا نخلينا برضو نشوف على الطبيعه. هعمل لكم بكذا طريقه، وضع الافقي والقصر. طبعا الدمبل كده او كده او البار والراسي كلهم واحد. هنلعب بالدمبل الاول، رجليا بمستوى كتفي، دي اهم حاجه، سوفت ني، ماسك الدمبل على صدري، بنزل الهانش لازم يكون لورا واطلع سوفت، ما اطلعش بلوك اهو. تعال بقى نشوفه من الجنب ازاي هيبان اكتر. في حته هوقف فيها بقى الصوره اللي هي المنطقه دي، تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه ركبتي مش سابقه القدم زاويه 90، بنزل الهانش لورا، ظهري مفرود، بطني مشدوده، ده الوضع الصح. طبعا فاتح رجلي شويه، ده الوضع الصح بتاع السكوات. الناس اللي بتلعب سكوات وبتنزل كده ده غلط جدا للاربطه بتاعت مفصل الركب. يا ريت نوصل للوضع اللي انا قلت فيه ده في اي عده في السكوات. ما دام وصلنا للوضع ده يبقى انا بلعب سكوات صح، وما وصلناش للوضع ده يبقى انا محتاج اراجع مع نفسي او اراجع مع المدرب اللي موجود في الجيم ازاي اوصل للوضع دوت بتمارين تاهيليه ممكن ناخدها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. كابتن محمود فوكس كان معاكم النادي الاهلي، صباح الفل.